تحت رعاية معالي السيدة هالة لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية وضمن البرنامج الثقافي لمنتدى الرواد الكبار، قام المنتدى بتكريم 24 سيدة من الرائدات الأردنيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالإضافة إلى تكريمهن من قبل رئيسة المنتدى هيفاء البشير في مقر المنتدى. إحنا كجمعية سر بيضاء دقت على صدرها، إحنا مستعدين لخدمة كبار السن، يجب أن نخدم كبار السن في بيوتهم، ونحن مسؤولية اجتماعية كما هم مسؤولية أسرية. فبادرنا بعد الألفية الثالثة من 2005 في إنشاء أول منتدى للكبار. إحنا اعتمدنا أن اليوم الثامن من آذار وهو يوم المرأة العالمي أن نكون به نشاط في كل عام لتكريم ثلة من النساء اللي يؤدوا أحسن أداء في مجال العمل المدني. هي كانت واحدة من مؤسسي الجمعية الثقافية العربية، وأيضا من مؤسسي مدرسة الرائد العربي التابعة للجمعية، ممثلة الأردن ورئيسة أول دورة لتأسيس لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية في القاهرة. منرحب ومنكرم السيدة انتصار عباس جردان. الحفل الذي أدارته الزميلة ميس النباني استعرض سيرة هؤلاء النساء كل في مجال تخصصها، منهن من هي رائدة في مجال الإعلام أو الفن التشكيلي أو المسرحي، ومنهن الأكاديميات والسياسيات والنقابيات. سعيدة أنا أني أكرم من هذا المنتدى كثير من سيدات الأردن اللي فعلاً يستحق التكريم. إحنا تكرمنا كثير، ففي سيدات وأمهات عاملات ومكافحات كتار ما تكرموا، ما حدا بيعرف فيهم. نتمنى يجيهم الفرصة انهم برضو يتكرموا، وبرضو هن من غير حتى ما يتكرموا على ستيج او اي في اي مكان، نحملهم في قلوبنا كل التقدير والاحترام لكفاحهم كأمهات وكعاملات. كل سنة وهن سالمين. هذا اليوم يوم الاحتفال بعيد المرأة، وهذا أخذ شوط كبير في التاريخ. بدأ ببساطة ببعض السيدات اللي قاموا يشعروا أنه لازم الأم والمرأة والبنت والكل لهم قيمة في المجتمع. في المجتمع الغربي بدأت، وبالفعل قدروا يشقوا الطريق، وظلت هي تستمر لسنوات إلى آخره، حتى أصبحت المرأة إلها كيان معين. 8 أذار عيد المرأة العالمي مليء بالرسائل من وإلى، فالرسالة من النساء الأردنيات أولاً إلى النخب النسائية الأردنية، تقول النساء الأردنيات إنه في هناك تقدم كبير في الأوضاع اللي بيعيشوها، بذات الوقت في هناك تحديات كبرى بيعيشوها، تحديات على صعيد المعيشي، تحديات على صعيد السياسي، تحديات على صعيد التشريعي فيما يتعلق بالتشريعات التمييزية، وهي تناشد كل النخب النسائية من أجل الانتصار لقضايا المرأة على أساس العدالة والمساواة. يذكر بأن المنتدى قد اعتاد على تكريم عدد من النساء في كل عام في ذكرى احتفالية يوم المرأة العالمي. ألا أبو حمدة، رؤيا.